شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ألا تفرح عندما تعلم أنها 30 ليلة إن قمتها إيمانا واحتسابا غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ ألا تفرح عندما يبشرك الله أن الجنة مفتحة لك، فقط أقبل؟ ألا تستبشر بهذا الموسم العظيم؟ فأظهر الفرح، لا تجعل فرحنا أنها ليالي سهر، ليالي أنس، ليالي مسلسلات، لا 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 لا. نحن نحب رمضان لأنه الفرصة التي تجعلنا نغسل ذنوب السنة الماضية ونقبل على ربنا جل جلاله. كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له، كل أعمالك، صدقاتك، زكواتك، صلتك لرحمك، برك بوالديك، كل أعمالك لك. ثم ماذا قال؟ قال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، يعطيك مقابل حسنة الواحدة أضعافا مضاعفة، ويضاعف الله لمن يشاء. ثم قال إلا الصوم، استثنى الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. يقول الشيخ ابن عثيمين معنى هذا الكلام أن العبد إذا وقف يوم القيامة للقصاص يؤخذ من حسناته، فإذا وصلوا إلى الصوم يأخذون من حسنات الصيام. قال الله دعوه، هذا لي، هذا لي، يعني أخروا، لا تأخذوا من هذا إلا إذا نفذت كل الحسنات، لكن هذا رصيد لك مدخر عند الله عز وجل. يا الله، ألا تفرح بهذا الشهر عندما تعلم أن الحسنة فيه محفوظة لك يوم القيامة في ذلك اليوم الذي يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه؟ تفرح والله. لماذا يا ربي؟ قال، قال لأنه أنت يدع شهوته وطعامه من أجلي. ثم قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أتعلم ما هي الفرحة التي عند لقاء ربك؟ عندما تأتي إليه وقد صمت عما يغضبه وجعت من أجله وعطشت من أجله، ثم يقول لك الله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الوصية الثانية لي ولكم، أزيلوا ما يمنع رفع العمل إلى الله. انتبه أن يأتي رمضان وأعمالك لا تعرض على الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله تبارك وتعالى لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. يا أخي اعفوا، الله يقول ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اعف، طهر قلبك، نفس عن نفسك، لا تشحن قلبك، ريح نفسك. لماذا؟ حتى إذا أتيت إلى رمضان رفعت أعمالك، والله الدنيا كلها لا تستحق أن تغضب. إذا كان الله تعالى من أجلك يفتح الجنة، ومن أجلك يبعدك عن النار مقابل كل يوم، ومن أجلك يعطيك ويعطيك، أتمنع هذا كله من أجل دنيا؟ فلذلك أزيلوا كل شيء يحول بينكم وبين الوصول إلى الله. أما الثالث فهموا بالأعمال، هموا بالأعمال. ما هو الهم؟ الهم أن تنوي. هناك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن الله عز وجل إن الله كتب الحسنات والسيئات، إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك فقال فمن هم بحسنة فعملها اكتبوها له 10، فإن لم يعملها اكتبوها حسنة. طيب الهم ما هو؟ أن تعقد النية، ما هو تفكر تقول إن شاء الله يمكن إذا جاء رمضان نعمل، هذا ليس هم. الهم أن تقول سأختم كتاب الله على الأقل مرة في رمضان، في رمضان سأتصدق 100 ريال، في رمضان سوف أزور فلانة وفلانة من أهلي وأقاربي، في رمضان لن أترك التراويح ولا ليلة،
في رمضان سوف أجتهد أن أصوم ويصوم لساني وعيني عن الحرام، هذا أهم. خلاص أنت عقدت النية، إذا حيل بينك وبين بعض الأعمال كتب الله لك الأجر. مثلا هممت أن لا تترك القيام أبدا ولا ليلة، لأنك سمعت أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ثم بعد ذلك حصل لك ظرف، مرضت مثلا أو نمت أو انشغلت، يكتب لك الله الأجر كاملا. يا أخي ربك رحيم، يفرح بك ويفرح بتوبتك ويفرح بعملك ويباهي بك الملائكة، بل إن رائحة فمك التي يتأذى منها الناس هي أطيب عند الله من رائحة المسك إذا كنت صائما. فأقبل عليه وهم بالعمل الصالح وأبشر بالخير من الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، رمضان يعطينا دروس عظيمة ومهمة، رمضان يعطيني درس ويعطيك درس أنك قوي الإرادة، وأن همتك عظيمة، وأنك عندك من الأمانة ما يجعلك معظما عند الله. كيف ذلك؟ عندما تصوم مثلا فتجلس 12 13 14 ساعة وأنت لم تأكل ولم تشرب، وتستطيع أن تأكل وتشرب، فتترك هذا الأمر لله، ألا يدل هذا على أنك عظيم وأنك ذو إرادة؟ إن رمضان يعطينا درس أننا إذا أردنا فعلنا، لكننا مشكلتنا أننا نضعف أمام شياطيننا. فيا أخي الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك كلمة جميلة انتبه لها، يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، أي الخطأ والاعتداء على الآخرين، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فيا مؤمن، ما دمت ذا نية وذا عزيمة، اكمل عزيمتك يا أخي، ولا تخطئ على نفسك ولا تخطئ على الآخرين، وإذا أخطأ عليك أحد فقل إني صائم. لا تصوم في النهار وتهدم ما بنيته في المساء، لأن بعض الناس فقط صيام عن أكل وشرب، أما العين فسارحة والأذن سارحة واللسان سارح. لا يا أخي، لا، رمضان الله كتبه وقال لعلكم تتقون، فلا بد أن يكون له أثر عليك. أيها الإخوة الكرام، أيضا احذروا تفويت الأعمال الجماعية. مثل ماذا؟ صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجبة ولا يجوز للمسلمين أن يتخلف عنها، ونحن ولله الحمد نجد العون في رمضان على صلاة الجماعة، فاحرص عليها ولا تفوتها حتى تكون يومك ونهارك كله قيام وصيام. كيف ذلك؟ من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة كتب الله له قيام نصف الليل، ومن صلى الفجر كتب الله له قيام الليل كله، فالنهار صائم والليل قيام، وهكذا تكون على علاقة قوية بربك. صلاة التراويح احرصوا عليها يا إخوة، والله فرصة، فرصة أن تجد من يعينك على 11 ركعة تصليها بين يدي الله، سهلة خفيفة، والمساجد مكيفة والأمور سهلة. يا أخي خلها لله، يا أخي لله، نصف ساعة لله. ألا يستحق الله الذي أعطاك كل ما معك من النعم أن تقف بين يديه وتقول شكرا يا الله؟ نستغل السحر بالدعاء، نستغل أوقات الدعاء، نجعل لنا صدقات وأعمال صالحات. هكذا يا إخوة نجتهد على الأعمال الجماعية التي نجد فيها العون من الله عز وجل. هذا هو الذي يجب أن نستقبل فيه رمضان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.